حلوين. احنا عندنا يا بطل درس السادس السابق سابق العدد وتالي العدد وبين العددين. احنا اخذناها طبعا بالدروس السابقة ونعرف شنو يعني السابق وشنو يعني التالي وشنو يعني بين عددين. يعني خلينا نتذكر، عندك هنا العدد 5، عندك هنا العدد 5 وحطيت لك مربع قدامك. يعني شنو معناته؟ أريد السابق للعدد 5. شنو السابق عدد 5؟ أحسب 1 2 3 4. إذا السابق لعدد 5 هو 4. زين، إذا طلب منا، إذا طلب عندك 7 وريد العدد التالي إلها، أقول ورا 7 شيجي يا حلو، يجي 8. إذا التالي إلها هو العدد 8. أيضا هنا عندي 24 فراغ، عندي هنا 26. هنا معناتها طالب بين العددين، عندي العدد 24 والعدد 26. من التالي بيناتهم؟ بين العدد، إذا العدد هو 25 هو التالي بيناتهم. تمام يا حلو. هنا عندك ترتيب هنا عندك هنا مسوي لك هذا الجدول. هنا عندك رقم 45 يريد لها السابق ويريد لها التالي. السابق ال 45 هو العدد 44 والتالي عدد 46 أو 46. إذا هنا عندك 67 يريد لها السابق ويريد لها التالي. 93 نفس الشيء. 84 يريد إلها السابق والتالي. عندك هنا أيضا الجدول، اكتب العدد بين العددين. عندك هنا العدد 80 74 19 39 يريد بينها، إذا نني بين 80 و82، 82 بين 74 و76، بين 19 و21، بين 39 و41. يريد هذا الجدول تسوي بين العددين. احنا كلها ماخذيها وحافظين الارقام يا بطل. هاي بالنسبه لصفحه 166 راح تكون عندك واجب تحلها. ايضا بالنسبه للصفحه 167 ايضا جدا سهله وماخذينها. اكتب العدد في المربع، اريد العدد السابق عدد 22 22، العدد السابق 85، العدد السابق لعدد 39، وايضا التالي لعدد 22، والعدد التالي لعدد 85، والعدد التالي لعدد 60 و39. هنا ايضا نريد بين العددين، بين 97 و99. ايضا بالنسبه لباقي الارقام، هنا يقول لك اكتب 3 أعداد بين 20 و75، بين 20 و75 اكتب 3 أعداد، بين 20 اكتب 3 أعداد بين 20 و75. هنا عندك الأعداد 82 81 83، هنا يريد من عندك ترتبها. بعد ما ترتبها راح تحط منه هو السابق ومنه راح يكون بين ومنه راح يكون التالي. راح يكون واجبك حل صفحة 166 و167 يا بطل.